السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم مشاهدينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم جميعا. في حلقتنا نقف مع شخصية علمية أثرت الساحة العلمية والفقهية على وجه الخصوص بإضافات نوعية في مجال الاقتصاد الإسلامي. نقف مع شخصية علمية خدمت جانبا مهما من العلوم والمعارف، ظل إلى وقت قريب يسبح في منظومة وافدة من القوانين والأفكار. ضيفنا الفقيه الدكتور محمد بن محمد غلام، ومن خلال حلقتنا مشاهدينا الأكارم سنتعرف وإياكم على سيرته ومسيرته، فابقوا معنا. حدثنا غالبا في هذه البرنامج سيرة ومسيرة حول مراحل تعليمية دراسة سواء كانت نظامية ومحضرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وفي الواقع أسعد بها كثيرا، لأني طالما جلست أمام الكاميرا وأنا أتحدث في البرامج الجادة والبرامج حتى لا أقول لا أستطيع أن أقول الجافة ولكن الجادة، فهذا البرنامج في الحقيقة وقد تابعت منه حلقات يجمع بين طرافتي والإفادتي، وكأنه من الإحماض العلمي، فأشكرك عليه وشد على يديك الطاهرتين في تقديمه. في الواقع أنا اسمي محمد بن محمد غلام والأحمد، من مواليد 1970. في الأوراق أنني مولود في واد الناقة، لكن على عادتنا نحن الموريتانيين أنا مولود في منطقة في شمال غرب واد الناقة، شمال غرب واد الناقة أقول، تسمى عظيم القردان. عظيم القردان، نعم، في البادية. أخذت بداية التعليم، أتذكر أنني سنة 1977 كنت أدرس التهجي على جدتي والدة الوالدة حفظها الله عائشة بنت الطلبة، وبعد ذلك درست القرآن الكريم على مجموعة من المشايخ، منهم الوالد والوالدة رحم الله الوالد وحفظ الوالدة، وعلى الجدة أيضا عائشة، وعلى عمي الشيخ محي الدين رحمة الله عليه، محي الدين محمد نوح، والشيخ محمد مساوي المامة، والشيخ محمد واللمات درست عليه قرابة السنة تقريبا. وبعد ذلك درست من متون الفقه ما شاء الله تعالى أن أدرس منها من كفافي المبتدي وابن عاشر ونتفن من خليل، لم أستكمل دراسة خليل كاملا، على مشايخ من بينهم الوالد رحمه الله تعالى، من بينهم العلامة محمد عبد الرحمن والمحمد مسعود، من بينهم الشيخ أحمد مولود والمحمد مصطفى، أتذكروا كذلك من بينهم القاضي أحمد شيخنا واللمات. ثم درست وأنا شاب حدث، وكنت أنظم الشعر يومها، درست العروض على الشاعر الكبير والعلامة محمد عبد الله والشبيه، تذكر كان يمازحني ويعرف مدى قدرتي على نظم الشعر وسبكه في كل بحر من البحور رحمة الله عليه. تذكر مثلا وأنا أدرس عليه بحر الوافر يريد مني أن أجاريه وأنالي ذلك، يقول لي محمد الكريم رزقت علما ومجدا لا يكون لهم فصام، كجدك كن وكن كأبيك علما فقد ورث العلوم، وهو غلام. يستخدم اسم الوالد أحمد غلام رحمة الله عليه، وهو غلام.
فأحاول مشاراته في هذا البحر، فأقول يا عبد الإله رزقت، طبعا شعر الأطفال، رزقت علما ومجدا لن يكون له شبيه، لقد حزت المكارم من بعيد كما قد حاز إياها الشبيه. قرأت كذلك النحو، والوالد الشيخ رحمة الله عليه لم يكن ناحيا، لم يكن يدرس النحو، وإنما درسني من الفقه ومن التصوف والأخلاق. فدرست النحو على مجموعة أيضا من العلماء، من بينهم القاضي أحمد شيخنا، من بينهم الشيخ أحمد مولود، ومن بينهم العلامة الكبير رحمة الله عليه الشيخ محمد شيخنا والباه والمحمد لمي. وقد درسني أيضا في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. أما دراستي في النظامية، فأنا لدي البكالوريا الأصلية في الأصلية، وخريج المعهد العالي للدراسات الإسلامية من شعبة الفقه وأصوله، وهي شعبة أصيلة عريقة كانت هنالك، من الشعب القديمة. لا أدري هل ما زالت موجودة أم لا، وأنا الآن أدرس في المعهد متعاونا معهم في ماستر المالية الإسلامية لله الحمد. درسني فيه الشيخ بن عبد الله والعبد الله رحمة الله عليه، وهو شيخ في القراءات والتفسير عجيب. ودرست كذلك على محمد شيخنا والباه محمد لمين وغيرهم من العلماء. تخرجت أيضا من الحسنية للدراسات العليا، دار الحديث الحسنية بالرباط للدراسات الإسلامية العليا، وأخذت الدكتوراه من جامعة المولى إسماعيل بمكناس، كانت في المعاملات المالية المعاصرة. ثم بعد ذلك اشتغلت في هذا الميدان، وأخذت شهادة CSAA التي هي شهادة المراقب والمدقق المدقق الشرعي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أخذتها من مؤسسة أيوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي الهيئة المعنية بإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية في هذا الإطار. وأنا الآن عضو في هيئتها الشرعية المغاربية، اللجنة الثالثة من لجانها الشرعية، ولله الحمد. كذلك أخذت شهادة المدرب المالي والمدرب في المعاملات المالية المعاصرة من سيبافي، وهي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. جميل، ما شاء الله، شكرا لكم على هذه التوضيحات الجيدة حول سيرة ماذا تكلم. طبعا مشاهديكم ما كنتم تتحدثون إليهم دون أن يعرفوا الكثير. طبعا في الدراسة وفي التنقل أيضا ما بين المدن وبين أيضا البلدان، هل هناك من عوالق يمكن تحدثنا عنها، عوالق ذهنية بقيت؟ بارك الله فيكم عليكم. أذكر مثلا أنا لدي جانب آخر من الاهتمام التخصصي ومن الاهتمام المهني، هو جانب إعلامي. أنا لدي مثلا، قد لا أعلمه الكثير من متابعية، أنا لدي خبرة 5 سنوات في العمل التلفزيوني. وأذكر في هذا الإطار أن إخوتي من البحرينيين، والبحرين شعب عظيم، شعب جميل محب للخير، شعب متعلم جدا ومتطور في هذا المجال، كانوا يقولون لي إيش قصتك مع التدقيق؟ فأنا كنت أعمل في التلفزيون مدققا لغويا، وكنت أعمل في البنوك مدققا شرعيا. إيش قصتك مع شنقيطي؟ إيش قصتك مع التدقيق؟ في الواقع هو تنقل الإنسان بين البلدان، وتعرفه على مختلف الأعراق ومختلف الجهات، يعزز لديه فكرة أهمية التعايش من جهة، وأهمية أن يعتبر نفسه سفيرا لبلاده من جهة أخرى. سعدت جدا بأنني كلما وطئت قدماي منطقة جاء إليها الموريتانيون، كانوا شرفا وكانوا إضافة إلى سيرتي الذاتية وجودهم قبلي في تلك المنطقة. من عرفت منهم ومن لم أعرف، لا أتذكر ولله الحمد أي منطقة، وقد زرت عدة مناطق، 7 بلدان تقريبا أو 8 في إطار العمل أقصد.
ووجدت أثرا لأي شخص يتم موريتانية إلا وكان أثره أثرا طيبا ومسهما في تقبل هذه الجهات للموريتانية. حتى أنني أذكر وهذا في جانب آخر، أنني مثلا في إحدى الدول ترفض الاعتراف بطاقة السياقة، رخصة السياقة من دول عريقة وكبيرة جدا، وتعترف بها صادرة من موريتانيا، لأنها لا تعرف أي موريتاني عمل أي إشكال في هذا الإطار. ونحن نتنقص أوراقنا ونتنقص شهاداتنا، وعلى العكس من ذلك في الخارج هي مقبولة وهي محل اعتبار وتقدير. جميل دكتور، ما هي الشخصيات التي أثرت في حياتكم؟ بالفعل مسلم مثلي ومثلك سيسأل في قبره وما تقول في هذا الرجل، لا يمكن أن تكون إجابته إلا أنها شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا خيرا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليهم، فصلوات الله وسلامه عليه. بالفعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وينبغي ويجب، وهذا هو الواقع، أن نكون جميعا معشر المسلمين هذه هي أسوتنا. نعم هنالك في كل مجال رجل من أتباعه يؤثر ويحسن، مثلا هنالك في الجانب الأدبي تؤثر في، حفظت للشعراء الموريتانيين وحفظت لمن قبلهم، ولكن تؤثر في قصائد المتنبي، قصائد المتنبي واعتزازه بنفسه في شعره وخصوصية شعره، فلا تكاد تجد له قصيدة متمحضة مثلا للبجون، ولا حتى متمحضة للبكاء على الأطلال أو للغزل، وإنما فيها من معاني الرجولة ومعاني، فأثر بي إضافة إلى حسن سبكه من الشعراء الموريتانيين أيضا المجيدين، العلامة سيد محمد الشيخ سيدية أيضا مؤثر في شعره وفي تجديده للشعر، هنالك العلامة محمد الطلبة أيضا بفحولة شعره ولوجود أشعاره أيضا بخصوصيتها، تجد قصيدة كاملة إنما هي في الفخر وفي النسيب وفي مقاصد الشعر العريقة، مع خاتمة من النصيحة ومن العلم، ولا يكاد الإنسان يفرق بين الشعراء موريتانيا ومغنيها، فكلهم ما شاء الله بارك الله فيهم ورحمة سلفهم وبارك في خلفهم. دكتور، أمور غيرت حياتكم، هل كنتم تنوون أن تكونوا دقيقين كما ذكر الإخوة البحرينيين، أم كان هناك يعني مجال كنتم تطمحون أن تكونوا فيه؟ شوف والله المقادير عجيبة جدا، المقادير عجيبة جدا. بالفعل كان تخطيطي أصلا حتى وأنا ما زلت في المحضرة أن أخذ دراسة الأكاديمية وأن أتوجه فيها توجها رفيعا، ولكن أيضا كانت هنالك عوائق. أحدثك الآن أنني أيام كنت في المعهد العالي، أيام دراستي في المعهد العالي لهذه السنوات، وكان الوالد رحمه الله تعالى قد توفي وعلي عبء الأسرة، كنت أعمل مع أحد الأقارب محاسبا له في مدقق مدقق حسابات ربما هي صح التعبير، فكنت محاسبا وربما كنت أقوم ببعض الأعمال الأخرى المتعلقة بعمل التجارة وما إلى ذلك. هو خالنا وابن عمتنا رجل الأعمال سيد محمد اللباه، اشتغلت معه هذه السنوات الثلاث أو الأربع التي قضيتها في المعهد، وكان له بعد الله تعالى الفضل الكبير في اجتيازي لتلك المرحلة، حيث كان يعطيني، أتذكر أنه يعطيني أسبوعين عند كل امتحان قبله، بالإضافة إلى فترة الامتحان، ما شاء الله، فكان نعمة العون على ذلك. أيضا كانت هنالك بعض الإشكالات، لأنني يعني إبان دراستي لي في مرحلة الماستر كنت قد تزوجت وأصبحت أبا،
واضطررت للانتقال بالوالدة وأنا وحيدها للانتقال بها هي والأسرة إلى الخارج مثلا وأنا طالب، فكانت هنالك بعض التحديات التي يسر الله تعالى التغلب عليها بفعل بفضل الله تعالى أولا ثم بفعل الصمود الوالدة والصمود أم الأبناء الزوجة الكريمة أيضا بصبرهما وصمودهما معي في تلك المرحلة تجاوزت العصيبة بعض الشيء في الناحية المادية. جميل، هنا نتحول إلى قضية المعارف الحمد لله التي اكتسبتم وأنتم من الدكاترة الموريتانيين الأول في هذا المجال، لكن هناك يعني أنا ما أعتقد أنا بحثت في الإنترنت عنكم شخصكم أنتم عن توجهكم تخصصكم قضية التخصص اللي هو المعاملات الإسلامية ونارة الموريتانيين حتى لها حتى مولي أيضا البنوك التي يوجد بها جناح إسلام وجناح يعني أنتم في المجال ماذا أضفتم في هذا المجال؟ هو بالفعل يسعدني ويشرفني كثيرا أن أكون من أوائل الموريتانيين الذين أخذوا هذه الشهادة CSAA وهي الشهادة المهنية المعترف بها دوليا في إطار التدقيق والمراقبة الشرعية، وجئت إلى هنا وكنت أصبحت مديرا لمركز شنقيط للمالية الإسلامية. أنا الآن مؤسس نعم، وكنت مديرا له وأصبحت أمثل هذه الجهة أمثل الآيوفي في موريتانيا، واستطعت من خلال ذلك أن أخدم أن أقدم خدمات كبيرة بالإضافة إلى سبافي أيضا أصبحت أمثلها اللي هي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وخرجنا دفعات ولله الحمد من الموريتانيين تحمل شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد اللي هي CIB وهي شهادة دولية معترف بها، وكذلك شهادة CSAA مع قلة فيها، بالإضافة إلى شهادة المحاسب الإسلامي الموريتاني من بينهم من موظفي وأطر ومديري البنك المركزي الموريتاني الذي هو الجهة الوصية على هذا القطاع، أخذوا معنا هذه الشهادات، ومن بينهم كذلك بنوك التجزئة بأطرها والكثير من مديرها. نعم. هل هناك من أمور ترون أنها يعني هذه البنوك تقدم الخدمة الإسلامية بصفة حقيقية أم هناك أنتم مدققين؟ يوجد الآن في موريتانيا ولله الحمد 6 بنوك إسلامية. ما يهمنا أن يكون البنك معلنا للجمهور أنه بنك إسلامي وأن تكون لديه هيئته الشرعية. لا أستطيع أن أتحدث عن هذا البنك أو ذاك إلا إذا كنت قد قمت بالتدقيق الشرعي على عملياته. أنا طبعا عضو في هيئة شرعية لأحد البنوك وهو البنك الشعبي الموريتاني، ولعلكم تسمحون بهذا لأنه غير مدفوع، ترويج غير مدفوع، لكنه مقابل أيضا الاستضافة. حفظكم الله ورعاكم. أقول إن هذه البنوك قد قدمت الكثير للموريتانيين وأوجدت خروجا من شرنقة الربا، ونجحت إلى حد كبير في تفادي الكثير من الأمور المجمع على تحريمها. نعم هنالك تحديات، هنالك نواقص، هنالك أمور لا يزال الاختلاف حولها قائم، هنالك عوائق وإكراهات تقع تحت هذه البنوك، منها إكراهات قانونية ومنها مهنية ومنها ما يتعلق بالمخاطر، لكنها في الاتجاه الصحيح حسب رأيي. يحسب للبنك المركزي الموريتاني وهو الجهة الوصية أيضا أنه كانت هذه البنوك تعاني من انعدام الإطار القانوني لها. مثلا الأمر القانوني 2007 لم يكن يتحدث أبدا عن البنوك الإسلامية. الآن القانون الموجود صادر 2018 قانون مؤسسات الإقراض خصص الباب الثالث للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية. نعم ننتظر من البنك المركزي أن يصدر القوانين والمراسيم القوانين المطبقة لهذا القانون، ولكن عموما صدر هذا القانون وهو أمر إيجابي. كذلك قانون البنك المركزي نص على إيجاد لجنة للمطابقة الشرعية وقد تشكلت هذه اللجنة وهي قائمة. جميل، نعود إلى سيرة ومسيرة وقضية أيضا الهوايات، وأنتم طغى عليكم تأثر بالشعراء، إذا أنتم شاعر قبل أن تكونوا؟ نعم أنا كنت أعظم الشعر وأقول الشعر، نعم أقول الشعر وأحيانا أقول الغنى، كنت ننزل ضامة، كنت
أي هوايتكم؟ من أهل من من كنت من البيضان، كنت بيضاني ماسيانة يعني. والآن ما تيت بيضاني. الآن الشيب يحد من التبيضين والأعمال وأيضا ضغوط الوقت تحد من كثير من أوجه التبيضين الحمد لله. جميل. الهوايات والخبرات أيضا اللي تراكمتم الحمد لله في مجال الصلابة الإسلامية أيضا، مع هذا كله ما هي رسالتكم الآن في الحياة؟ رسالتكم للجمهور، رسالتكم للشعب؟ رسالتكم في الواقع انطلاقا من حديثي عن هذا التخصص الذي هو تخصصي، في رسالتي والرسالة التي أريد أو أحب أن أصل إليها هو أن نقدم جميعا، وهذا لا يمكن أن يكون جهد إنسان واحد ولا جهد مجموعة ولا جهد حتى مؤسسة واحدة، أن نصل إلى بديل حقيقي في الاقتصاد الإسلامي للمعاملات الإسلامية. لأنه حتى من الناحية التسويقية يقولون إنه ليس من الحصافة التجارية أن تفتح مجزرة لبيع لحوم الأبقار في منطقة أهلها يعبدون الأبقار فقط، فكذلك ليس من الحصافة التجارية أن تظل معاملاتنا معاملات غير إسلامية، ونحن نعيش في بيئة مسلمة ولله الحمد، رجال أعمالها رجال أعمالنا من رجال الأعمال المحافظين من بين جميع رجال الأعمال، هذا هو ما توصلت إليه من خلال معاشرتهم والقرب منهم. والساحة الحمد لله ساحة مسلمة 100%، والدولة قوانينها في عامتها أيضا قوانين إسلامية، فالمطلوب هو نوع من فتح العين على هذه التجربة على اعتبار أنها ليست لم تعد تحت التجريب، وإنما أصبحت موضوعا ناضجا تتعامل به الدول حتى الدول غير المسلمة. فبريطانيا الآن تنافس بعض العواصم الإسلامية على أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، لندن أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وهو أمر مربح. والآن إذا نظرنا إلى نسبة الشمول المالي في موريتانيا، شمول المال معناها نسبة الناس الذين لديهم علاقات مع البنوك من الموريتانية، نجد أنها نسبة متدنية إلى حدود بعيدة، ولربما يكون الأصل في ذلك هو عزوف الناس أو بعض الناس وعدم تفهمه للاقتصاد الإسلامي وللخصوصية التي تتمتع بها البنوك الإسلامية والبديل الذي تقدمه. شكرا لكم ضيفي الكريم الفقيه الدكتور محمد بن محمد غلام على هذه الحلقة الماتعة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج، في الإخراج فاضل عبد الله، في الصوت التجاني ولواه، في التصوير محمد العيد، في الإشراف العام ضهمان عبود. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.